ومما يفضل في الذكر في هذه الأيام دعاء ذكره الله عز وجل في كتابه مقترنا بهذه الأيام. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أفضل الأدعية وأجل الأدعية، حتى قيل حتى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل لأنس: ادع لنا. فرفع أنس يديه ثم قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقيل له: زدنا. قال: ليس بعد هذا الذكر وهذا الدعاء زيادة. هذا الدعاء عظيم. تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما قلت أعطني كل الدنيا، ما قلت أعطني كمالها، ما قلت أعطني تمامها، وإنما قلت: ربي أعطني في الدنيا حسنة. وهذه نكرة في سياق إثبات، مما يدل على أنها مطلقة. فالحسنة لزيد التي تنفعه في الدنيا تختلف عن الحسنة لعمر التي تنفعه. ولذلك جاء في الخبر: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لا نكر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أطغيته لبغى، أو نحو مما جاء في الخبر. فالمقصود أن الله عز وجل أنت تكيل إليه أن يعطيك الحسنة التي تصلح لك، الحسنة من المال، الحسنة من الزوج والولد، الحسنة من الوظيفة، الحسنة من غير ذلك من الأمور. ومن أعظم الحسنات التي يؤتاها المرء في الدنيا ما ذكره الحسن البصري، فإنه لما قرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال: حسنة الدنيا أن يؤتي الله عز وجل العبد العلم والعبادة. إذن فبدعائك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، تقول: يا رب آتني أمور الدنيا التي تنفعني وأنت أعلم بما يصلحني، وآتني يا رب عبادة وعلما، عبادة ترضى بها وعلما يجعل العبادة على هدى واستقامة. ولذلك قال الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أما المذموم فإنه يقول: آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، يسأل تفاصيل الأمور ودقائقها ولا يكيل إلى الله عز وجل اختيار الأفضل. ولذا هذا الدعاء أفضل ما يدعى به هذه الأيام، بل حتى في الطواف، فإن في نهاية كل شوط من الطواف بين الركنين اليمانيين جاء عن عمر وغيره أنه يدعى بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل قد جاء عن عمر أنه طاف فما زاد عن هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء عن عطاء أنه قال: يقال هذا الدعاء في هذه الأيام وحال قفولك من الحج. إذن أذكرك بدعاء ذكره الله في كتابه، وأفضل الدعاء ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فاحفظه واجعله ملازما للسانك في عموم السنة كلها وفي هذه الأيام بالخصوص: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.